مرحبا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رحب باعتماد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتفاوض حول صك ملزم قانونيا لحظر الأسلحة النووية، ذلك في 7 يوليو الحالي، في خطوة تاريخية، معربا عن تطلعه لأن تكون تلك المعاهدة نقطة انطلاق جديدة للجهود الدولية من أجل نزع السلاح النووي بشكل متكامل ونهائي. وأشاد أبو الغيط في هذا الصدد بالدور المهم الذي لعبته مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة والتي شاركت في مسار التفاوض حول المعاهدة منذ بدايته، مع الإعراب في الوقت نفسه عن أسفه لمقاطعة إسرائيل للمؤتمر قبلها أو قبل المفاوضات حول مشروع المعاهدة.